مسارات عديدة للتنمية في العاصمة الخرطوم، وصفحات للتنمية تفتح كل يوم من صفحات كتاب العطاء والتنمية حتى تصل الخرطوم إلى مصاف العواصم العربية والإسلامية في النماء والتطور والجمال. وتبذل محلية الخرطوم جهودا كبيرة في تنفيذ مشروعها الرائد في تبليط وتركيب الانترلاك والكربستون في طرق وأحياء المحلية لإعطائها الشكل الجمالي وصناعة بيئة نظيفة. واستطاعت المحلية وبشراكة ذكية مع القطاع الخاص والمواطن إنجاز عدد كبير من الطرق، بلغت أكثر من 30 طريقا رئيسيا بجانب الطرق الفرعية. الانترلوك اصله نظافه يعني فكره احنا جبناها من برا وبدينا بقى هنا في محليه الخرطوم. يعني بدينا قبل الخرطوم بدينا كمان في محليات ثانيه كثيره جدا، لكن لقينا اكثر محليه عندنا رغبه في الحضاره والثقافه محليه الخرطوم. يعني حتى ما انه زعار يعني كده شغل بتاع وزاره، اي سعير بتاع وزاره هم شغالين بيها، وقدر ما تنتهي ما بتكون تنتهيت، قدر ما تنتهي هنا يعني حاجات عنه رغبه العاصمه تكون عاصمه حضاريه 100%. يعني ما بحد لك ولا والله اشتغل لي سوق فقط. نحن جينا ودنا سوق، لكن في النهايه لقينا صاحب المحليه انه رغبه حتى الشوارع الداخليه، حتى الاحياء، حتى الاسر المحلات الفقيره بدا فيها شغل. يعني ما حد في يعني احنا زمان متخيلين نفسنا الشغل يكون في الاسواق فقط، لكن احنا جينا حقيقه عمر نمر ما خلى سوق. يعني اي محل يصبح في شارعه في تياه فيه وساخ فيه ومحتاج لخدمات وحقيقه يعني جاهز. اشتغلنا وسط الخرطوم كله، يشمل من بدايته لنهايته، كل الخرطوم اشتغلناه، يعني ما الخرطوم كملناه كاملة، فضلنا في شوارع محددة بس داخل الخرطوم، يعني إذا وصل بعد جزء الشوارع زي 17 زي 15 داخل الخرطوم، حالياً فيها عقد لسه شغالين فيه وكي مع البنك، حقيقة مو المحلية كي مع البنك، وجاهزين من تيم الطائف حنخش نكمل كل الشوارع داخل الخرطوم، تبدأ من أولها لنهايتها، كل الخرطوم محل الخرطوم دي كلها. حقيقة المعتمد قال ما دار أي حاجة تراب، دار المنطقة دي تكون نظيفة من كل الوساخ ومن كل التراب، يعني من كل الوساخ كل التراب، يعني كل شغل المعتمد الولاية دار محل الخرطوم دي تكون منطقة جميلة جدا تشبه أصل الخرطوم. يعني حتى عشان كده انتهينا من الأسواق وخشينا الأحياء، احنا خشين حي وفي معانا شركة ثانية خاشة حي، ومعانا شركة ثانية خاشة حي، ومعانا حي شركة خاشة حي زهور، ومعانا شركات كثيرة جدا خاشة. يعني احنا ما كانت شركة شخصية، احنا ورانا كان الحماس، هي في شركات كثيرة جدا شغالة معانا. يعني الشركات دي كلها في ادوارها قامت باعمال في الانترلوك، في اعمال في الاسفلت، في البلاط، في يعني كثيره جدا شغاله، لا حتى يعني اشتغلت اسفلت كثير جدا معانا الشركات دي. بعد في شركات شغاله في المدارس، شغاله في المراكز الثانيه. هي الحين شركه ما برانا، يعني معانا شركات شغاله، لكن احنا كان شركه اكثر شغل من بيننا. انتين وسط الخرطوم، انتين شارع النيل كامل يبدا من الكوبري لحد برج الاتصالات، يعني دي حقيقه انتهينا منها من شارع النيل. جينا خشينا بخرطوم، وصل خرطوم كل شوارع خرطوم انتهينا منها لحد وزارة العدل كملناها، لحد يعني ما خلينا فيها اي جهة. وزارة العدل بغاد كملنا جهة شوارع بتاعتها كلها انتهينا منها. مشينا شارع العمارات اشتغلنا فيه ثلاث شوارع حقيقة، بس شارع 15. ورعى المشروع إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل تصريف المياه في فصل الخريف وفق محددات هندسية وفنية اتسمت بالجمال والتميز. أنا المهندس المقيم في مشروع تطوير الطائف، اللي هو مشروع كان شراكة بين الولاية المحلية بالأصح ولجنة تطوير الطائف. نحن كمهندسين المشكلة اللي كانت مواجهانا الرئيسية أصلا مشكلة التصريف بتاعت مياه الأمطار مع مراعاة الناحية الجمالية، يعني نحن بنأثر على الشكل الجمالي عشان نقدر نركز في تصريف مياه الأمطار. فأكثر الأشياء اللي كانت مواجهانا هي مشاكل بتاعت التصريف بتاعت مياه الأمطار، أو التحديد اتجاه ميول مياه الأمطار من داخل الشوارع، اللي هي مساحة الشوارع تقريبا
اقل شارع ممكن يواجهنا زي 200 متر او 400 متر، يعني في الرينج بين 200 و 400 متر ده طول الشوارع، عشان احنا نقدر نصرف مياه الامطار كانت هي المشكله كبيره جدا. فقلنا يعني بنستغنى عن المصاطب، او بالاصح عايزين كل المصاطب داخل الاحياء، بحيث انه يكون في بارك للعربات، لانه الطائف بنسبه 90% بارتفاع المباني لاعلى، يعني ما فيها بيوت زي باقي الاحياء القديمه. فكان كميه الباركنج بتاعت العربات ركزنا على معالجه الباركنج بتاع العربات، انه كل بيت يقدر يشيل له كميه بتاعت باركنج بتاع العربات المناسبه. زائدين الراعي انه كميه المويه داخل الاحياء ومياه الامطار مصرفه من الاحياء، والمياه داخل طالعه من بيوت ذاتها كغسيل كنظافه طالعه من داخل البيوت، هنا تقدر تتصرف لاقرب مصرف المصارف الرئيسيه داخل الاحياء يعني. ونجحت محلية الخرطوم في عقد شراكات ناجحة مع المجتمع للترويج للمشروع وحشد الاهتمام الشعبي به، باعتباره عملية متكاملة ومشتركة لبناء المستقبل تنطلق من مفاهيم أصيلة تنبع من وعي حقيقي لتطوير البيئة. نعمل الآن في مشروع تطوير مدينة الطائف، تمويل شراكة ذكية اسمها ما بين محلية الخرطوم ولجنة تطوير الطائف اللي بتتمثل في اللجنة الشعبية لمدينة الطائف، وجاري الأعمال الآن بتبليط مدينة الطائف بدءا من شارع تقاطع الشرقي إلى شارع عبد الله الطيب المرحلة الأولى، يحدها من الشرق شارع بدر ثم شارع السواحل السلام إلى مدينة شارع النخيل. الآن بدأ العمل في المرحلة الأولى اللي هي بتمتد من شارع الشرقي إلى عبد الله الطيب، ومقسمة إلى مرحلتين. الآن تم العمل في المرحلة الأولى واكتملت الحمد لله بنسبة 90% بصورة طيبة جدا، بتعاون كامل من محلية الخرطوم ولجنة تطوير الطائف الممثلة في المحلية، والحمد لله العمل يصير بصورة طيبة وفق التصاميم الهندسية اللي وضعت للمشروع، ووفق تنفيذ المقاول اللي هو شركة المحماص بإصطاف بتاعها كامل من مهندسين ومشرفين وعمال. في ظل الشراكات اللي عقدتها محلية الخرطوم مع بعض الأحياء، تم عقد شراكة مع منطقة الطائف ومحلية الخرطوم. بدأنا العمل في رصف وتبليط الشوارع بواسطة شركة المحماص للتجارة والمقاولات. بدأ العمل بالطائف مربع 22، قمنا بتقسيم منطقة مربع 23 إلى ثلاثة مناطق. المنطقة الأولى محصورة بين شارع الشرقي وشارع كنانة، المنطقة الثانية محصورة بين شارع كنانة وشارع عبد الله الطيب، المنطقة الثالثة شارع محصورة بين شارع بدر ومربع 22. تقريبا كده انتهينا من المرحلة الأولى بنسبة 90%، وجاري العمل في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. تطوير مشروع تطوير منطقة الطائف، في هذا المشروع يعني كدراسة للمشروع احنا الإشكالية هي كانت التصريف، فرعية في هذا المشروع مشكلة التصريف. على ضوء تم رفع العمليات الرفع المساحي، ومن هذه العمليات تحت الرفع المساحي تم أخذ التصاميم والديزاين. على ضوء هذه الأعمال بتحت الرفع المساحي تم رسم بروفايل لكل طريق، فأعتبر أنه حاليا ده نصف المشروع قد يكون اكتمل هو بصورة كويسة خالص. ووجدت فكرة المشروع الرائد ترحابا من جميع المواطنين لما سيحققه من فوائد كثيرة، مطالبين في نفس الوقت أن تعمم الفكرة إلى جميع محليات الخرطوم حتى تكون الخرطوم عاصمة خضراء ونظيفة وجميلة. بنشكر السيد معتمد ولاية الخرطوم عمر نمر، شركة المحماص الغائم عليها الأستاذ عبد الله الجمري على هذا العمل الجبار، نشكرهم جزيل الشكر.
على هذا العمل بصفتي كشباب الحي. يعني عمل جميل جدا جدا ما شاء الله، يعني ربنا يجعل لهم في ميزان حسناتهم، عمل جميل جدا جدا. نشكر يعني سعادة الأخ عمر نمر على العمل الجميل ده، ونتمنى يعني العمل ده ما يكون في الطايف بس، يكون في العاصمة المثلثة كلها. ونشكر شركة المحماص على وعماله على العمل الجميل ده، ويعني أدى الطايف منظر ويعني يعني حضارة جميلة يعني جدا. يعني أنا شايفة شغل جميل، يعني فكرة جميلة، وإن شاء الله يكون يعني المستوى كده في البلد كله بنفس المستوى، وتكون مشروع كويس يعني يطور العاصمة، ويكون يعني في يعني يكون نظيف في نظافة في المنطقة. مشكورين هم يعني بادروا وجابوا هذه الشركة اللي مجهوداتها ظاهرة جدا على الأرض، وبدوا هم والمهندسين بتاعينهم وبتاعين المحلية وخلافه شغل جميل جدا، وشغل على مستوى راقي، ويعني خلى الحي يكون بمستوى يعني رفيع جدا جدا. ونتمنى أنه المجهود اللي اتعمل في هذا الحي يطبق على جميع الأحياء الأخرى، ونحن من خلفهم نشد من أزرهم، ونحن مستعدين لكل ما يطلب مننا من مساعدات، سواء كانت مادية أو سواء كانت عينية أو سواء كانت شخصية. ونبارك في مجهوداتهم، ونتمنى لهم التوفيق والسداد.